السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دودة التربة أو دودة الأرض أو الطعم زي ما كنا بنسميه وإحنا لسه شباب صغيرين وبنصطاد بيه سمك أو سماد الثيرمو كومبوست، كلنا نعرف فوائده أو أغلبنا يعرف فوائده، واللي ما يعرفش فايدة دودة التربة أو دودة الأرض يقدر يرجع ليه الفيديو الخاص بيه فوائد دودة التربة دي النباتات. هنا هنشوف إيه البيئة اللي بيتوجد فيها أو اللي بيتخلق فيها دود التربة عشان اقدر اوفرها ويتكون عندي او يتخلق عندي دودة التربة او دودة الارض، وابدا بعد كده اوزعها في الاصيص، اوزعها في حديقة المنزل وتبدا تنتشر وتتوزع. سهل جدا جدا، لكن سيادتك هتتابع معايا الفيديو من البداية للنهاية. عشان يتوجد عندي دودة الارض في التربة، كل اللي انا محتاجه هو نسبة مادة عضوية. التربة فيها نسبة مادة عضوية ومحتاج رطوبة عالية، ولكن مش محتاج حرارة عالية. فبالتالي هيجيب علب تكون مقفولة بنفس الشكل، سواء علب بلاستيكية سواء كونتينرات صغيرة كبيرة على حسب الكميات اللي أنا أحتاجها، هجيب عدد العلب أو حجم العلب هيكون محتاج. النقطة الثانية هو إن أستخدم مادة عضوية، مادة عضوية سواء تربة مخلوطة بسماد عضوي أو سواء أنا هستخدم سماد مشتل، وسماد المشتل ده يكون فيه نسبة مادة عضوية مرتفعة. أنا بالنسبة لي بستخدم تربة زراعية فيها نسبة مادة عضوية PVB ومعتمدها في الزراعة عندي، فبالتالي هستخدم مباشرة التربة اللي أنا معتمدها مباشرة. لو حضرتك بتستخدم التربة الزراعية العادية أو الرمل أو الخليط أو البيتموس أو التربة التانية، فبالتالي هتعوز تضيف نسبة مادة عضوية روث حيواني أو المية اللي إحنا بنخمر السماد العضوي ناخدها من السماد العضوي ونسقي بيها الزرع، حضرتك هتضيف المية دي. هنشوف أثناء الفيديو إزاي. هجيب العلبة زي ما اتفقنا، والعلبة اللي انا هستخدمها ما تكونش مفتح، ما فيش فيها فتحات، بنفس الطريقة، وهعبي التربة بنفس الشكل. كمية التربة مش مشكلة، ان التربة تكون كتيرة او ان التربة تكون قليلة مش مشكلة. بعد كده محتاج ان انا ارطب التربة، ارطب التربة بدون ما تتجمع الماي في الكونتينر او في العلبة او في المكان اللي انا هخمر فيه التربة، بنفس الطريقة بس التربة تترطب. طب لو ضفت مي ولقيت ان المي كتيرة، فبالتالي هصفي المي في النهاية خالص، ان التربة تتشبع بالمي، التربة دي تترطب وما تكونش فيها مي زيادة. هضيف مي وهنتظر لحين ما التربة تمتص المي، هضيف مي وهنتظر بنفس الشكل لحين ما التربة تمتص المي. بنفس الطريقة اضيف المي وهنتظر لحين ما التربة تمتص المية بنفس الشكل. هنا انا عبيت التربة وعبيت المية، لكن لو لاحظنا هنلاقي فيه مية موجودة. في حاجة لعمل الاتنين، الاولى هو ان انا اصفي المية او ان انا ارجع اضيف تربة بسيطة. في النهاية انا مش محتاج تكون عندي مية، ما ينفعش يكون فيه مية. والافضل عشان اطمن هو ان انا بعد ما احط المية والتربة ارجع اضيف دفعة بسيطة جدا من التربة بنفس الشكل. طب لو انا بستخدم تربة عادية، بستخدم خليط، بستخدم بيتموس، بستخدم تربة طينية، تربة رملية، التربة العادية بستخدمها، يبقى معنى كده المي اللي انا ضفتها بالرشاش اللي هي المي دي، المي دي هتكون عبارة عن مادة عضوية، سماد عضوي. هنخمر السماد العضوي الروث الحيواني وناخد المي بتاعته ونضيفه على التربة بنفس الشكل ونوازن العملية. انا مش عايز اضيف مي كتيرة. طيب بعد ما انتهيت من تحضير البيئة او العبوة بتاعتي، هغطيها وهحطها في جو معتدل، مش في درجة حرارة مرتفعة ومش في اي مكان، هي محتاجة رطوبة عالية، والعلبة المحكمة هتوفر درجة الرطوبة العالية. هحطها في اي مكان. زي ما شفنا العبوة شفافة، فبالتالي في خلال 5 ايام لاسبوع هقدر ان انا اشوف بالعين دودة الارض داخل العبوة. ولو ما شفتش دودة الارض في خلال 5 ايام لاسبوع، فبالتالي هنفتح العلبة ونبدأ نفحصها، بحيث ان اول ما تبدأ تتكون وتتوجد دودة الارض، المفروض ان انا ابدا اوفر لها التهوية عشان ما تتخنقش وتموت داخل العبوة. ده هنشوفه في المقاطع القادمة. عادي في اي نبتة او اي قصيص بنفس الشكل، وهتركها بنفس الطريقة. مع اي نبتة موجودة عندي في المنزل هخليها موجودة بنفس الشكل.
بعد مرور 4 ل5 ايام هنبدأ نلاحظ وجود دودة التربة داخل الرصيص او داخل عبوة البلاستيك بنفس الشكل اللي حضرتك شايفها. لو لاحظنا هنلاقي الدودة لسه صغيرة ولكن ما شاء الله الاحجام كويسة، ولو لاحظنا هنلاقي ان فيه رطوبة متكونة، وده ضروري جدا جدا لنجاح العملية ان يكون في عندي رطوبة داخل العلبة. لكن كمان من الضروري اول ما تتكون الدودة بنفس الشكل ان انا اتخلص من الرطوبة. اتخلص من الرطوبة ازاي؟ ان انا هبدأ بعد كده افتح العبوة دي واحوي العبوة عشان الدودة ما تموتش. طبعا طبيعي جدا لما حركنا العبوة بدأت الدودة تتحرك للداخل. خلينا نفتح العبوة ونشوف ازاي. زي ما ذكرت لحضراتكم الرطوبه والميه، ان التربه ما تجفش وان في نفس الوقت ان التربه ما يكونش فيها ميه. هنا بنفس الشكل كده خلاص اصبح التربه فيها دود. ممكن ان انا خلاص استكفي بيهم واخليهم في نفس الاستيس اللي هم حاليا فيه، نفس الاستيس ده بس زي كده وقلبه، وهي هتبدا الدوده دي تنزل في الاستيس وتتكاثر في نفس الاستيس اللي امام حضرتك بنفس الشكل. طيب لو حضرتك محتاج انها تتكاثر في نفس التربه ممكن نرجع نحط تربه جديده في نفس الاستيس ده ونقفل عليه وهي تتكاثر، او لو سيادتك هتسيبها في نفس الاستيس بنفس الشكل نزلناها في الاستيس وهي هتنزل ليه لاسفل بنفس الطريقه. لو حضرتك اعتمدت الطريقه او عجبتك الفكره او حابب تطبقها فبالتالي بنصحك بان حضرتك تشوف الفيديو اللي فيه بنتكلم عن ازاي نحافظ على الدود وازاي نساعده في عمليه الاكسار. لو سيادتك حابب تشتغل فيه انتاج الدود بشكل تجاري فبالتالي فيه مقالة خاصة بالموضوع، ممكن سيادتك تقرأ المقالة. بنعتذر لحضراتكم عن الفيديو اللي مليء بالدود، وبنتمنى ان احنا نكون قدمنا لحضراتكم معلومة مفيدة، واتمنى ان الجميع يكون استفاد. ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.